هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. بنصبح عليكم في هذا النهار المبارك، وهو يوم الثلاثاء بعد عيد القيامة، قيامة السيد المسيح من الأموات. فأنا وأبونا جورج شرايحة من عايدكم ومنقولكم المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. المسيح قام أبونا، حقا قام ونحن شهود على ذلك. صباحكم نور جميعا. صباحكم نور، وصباح صباحكم نور لكل المتابعين ولكل الأشخاص اللي كانوا متابعينا كمان على فضائية نورسات وعلى تواصل الاجتماعي، أدوات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، على البث المباشر، الأصدقاء اللي بعثوا لنا تهنئاتهم في الأعياد الفصحية المجيدة اللي مرت علينا، ونحن لازلنا في جائحة كورونا، لكن الحمد لله لاحظنا هذا الأسبوع، الأسبوع المقدس، الخميس والجمعة والسبت، أبونا بعرفش إذا عندك كمان بالقداس إنه صار في حضور شوية أكثر للناس من السنوات الماضية، لأنه السنة الماضية احتفلنا بالأردن بعيد القيام، عيد الفصح المجيد، كانت لسه الحجر الشامل، عدم التحرك من المنازل، فقضينا العيد في البيوت، وكانت حلوة جميلة الصورة انه كل بيت مسيحي عمل عنده كنيسة صغيرة صلى فيها. لكن الحمد لله امور الجائحة عم تتضبضب وعم تتراجع، لكن كله طبعا مع تحمل الانسان مسؤولية الحفاظ على صحته، الحفاظ على من العدوى، كمان انه باستعمال الكمامة، باستعمال المطهرات، وايضا في التباعد الفيزيائي الجسدي عن بعض. تغير شوية العادات والتقاليد بيناتنا، مثلا السلام وحتى في الكنيسة كمان التباعد الجسدي بين بالبنك، كان مش دائما كان بالأعياد الفصحية بتكون الناس على بعض، وسلام المسيح بطلنا بالإيدين، المناولة عم ناخدها من الإيدين، يعني في اشياء تغيرت، لكن الحمد لله هاي السنة حسينا انه شوي عم ترجع الامور لطبيعتها، بس احنا ما بدنا نسوق فيها كتير زي ما بيحكوا، لكن ان شاء الله انه الامور بتهدى وبتروق، ومع المطاعيم كمان انه نحنا نكون بحالة صحية مطمئنة للجميع، اللي أخذ المطاعيم صار عندهم ثقة إنه الحمد لله محميين، لكن برضو كمان لازم نحترس ولازم نتبع التعليمات اللي بتنص عليها الحكومة والدولة. فأبونا بالنسبة لعيد القيامة كيف لاحظت السنة هاي؟ نعم صحيح، مثل ما تفضلتي حضرتك دكتورة، الناس عشان السنة الماضية ما لم يستطيعوا انهم يمارسوا هذه التقويات، خصوصا صلوات الاسبوع العظيم المقدس. نعم. فكان في عندهم دافع قوي هذا العام انهم يشاركوا، خصوصا باحد الشعانين، ولكن يعني الناس واعية اليوم بعد. نعم. اكثر من سنة عن الاجراءات الوقائية لمكافحة هذا الوباء، الناس أصبحت واعية اليوم، والكنائس اللي كان فيها أعداد هي الكنائس الكبرى اللي أصلاً بتستوعب 5 و6 أضعاف العدد اللي كان موجود فيها الكاتدرائيات والكنائس الكبرى. أما نحن في الرعاية الصغيرة، لا، العدد كان يعني ضمن 20 شخص حتى بكل المناسبات، عشان التباعد، عشان كنايسنا ما يعني صعب نعمل تباعد في المساحات الصغيرة القليلة، ولكن الناس هيك عبرت بكل فرح، بكل طيبة خاطر، بكل عن هذه التقويات الحلوة، عن هذا الأسبوع اللي تعودنا من نحن أطفال، يعني بكل عائلة مسيحية الأسبوع العظيم المقدس. نعم. وخصوصا الجمعة العظيمة، الأحد الشعانين، الأحد الفصح، الاثنين الباعوث، كلها الرحلة هاي، يعني في ناس بيبكي أثناء الجمعة العظيمة، كنا نشوف سيدات يبكوا وينوحوا الكبار بالسن، يتذكروا أمواتهم، يتذكروا الحزن اللي بداخلهم، يطلعوا وكأنها زي ما تحكي هيك سيف الشتغل للناس كانت تكون، وإحنا أطفال هيك ذكريات العالم. وفي نوع من أنواع ما بدي أسميه الزجل، هو
نحيب يعني باللغة العربية الفصحى، بيحكوا بقصائد النسوان في السيد المسيح وبالجناز زي ما بيعملوا بالجنانيز اللي هي الجنانيز العادية اللي بيموت فيها أشخاص، بيسموا معيد، بيصيروا هذا الزواح بالمعيد يسمى. ففي أيضا بالفلكلور العبراني القديم كانت هاي موجودة، ونشوف المسوح إنه كيف كانوا يمزعوا أثيابهم، يحطوا تراب على رأسهم لما يموت حدا عزيز العظيم عندهم في الشعب. نعم. ومع الفصح القيامة يعني الناس كثير بتقدم نوايا، بتحب انها زي ما بيحكوا انها تقوم مع السيد المسيح النهض من بين الاموات. فهي التقويات كلياتها كانت معبر عنها باحتفالات جميله جدا، وكمان بفضل نورسات بكل مكان كان الناس اللي ما استطاعوا يوصلوا للكنائس خدمه القداديس المباشر اللي كانت يعني انا من الاشخاص اللي كنت بس اخلص صلواتي افتح طوال على النورسات عشان نتابع نشوف، خصوصا فيض النور المقدس كان حدث سنوي عظيم، يعني حدث روحي بيخلي هالانسان بعمقه يشوف عظمه الخالق وعظمه ربنا القادر على احداث المعجزات العظام والجسام في حياه المؤمن. ومنها بوجه بحب اوجه رساله دكتور اذا بتسمحي لي من تفضل. طبعا اكيد لكل المشككين في حقيقه انبعاث النور المقدس بنقول لهم اليوم لليوم بحكي الكتاب المقدس، اخ اليهود بعدهم مش مصدقين بحقيقه قيامه يسوع من بين الاموات، وبعدهم بنتظروا يسوع يجي، ما بالكم احنا مسيحيين معمدين ونوصل لهذا المستوى ان نشكك في 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 ما بدي احكي عقائد، ما بدي احكي ايمانيات، بدي احكي مشاعر تقويه بيعيشوها اخوتنا المؤمنين مع بعضهم البعض في هذا الحدث. فالمعجزه بحد ذاتها في داخلي، المعجزه اني انا اترك الكذب، اني انا ابطل احكي عن الناس، المعجزه في داخلي اهم من انه جبل يتحرك واهم من اشياء اللي محيطه فينا كلياتنا، بس دائما بنحكي الله قادر على كل شيء، ليس مستطاع عند الناس يسوع حكى، مستطاع عند الله. فخلينا دائما ناخذ الاشياء بايمان وبلاش الفلسفه بمعنى الفيزيائي للفلسفه ونصير نحلل ونصير علماء نحلل شو هي الظاهره وايش هي الماده المفرقعه اللي ممكن تكون غاز موجود واول ما يقترب ويولع بالقداه بدها تولع هاي، وبصير كل واحد يعطي تحليل علمي وفيزيائي لهاي الظاهره اللي عم بتصير كل سنه. لذلك احنا بنقول ناخذ الاشياء بعين الايمان بعين التقوى والشوق لأن نكون مع يسوع المسيح المتألم القائم الناهض من بين الأموات. هذا كلياته دكتورة أجواء حلوة بتدخل المؤمن وعشناها في هذا الأسبوع العظيم المقدس. نعم فعلا أبونا، يعني المشاعر الناس وكمان الاحتفالات الكنسية بكل العالم. نعم. صارت إن كان كمان بالأراضي المقدسة اللي صحيح. بتحمل ميزة ورمزية جميلة إنه من الأرض اللي صار حدث فيها القيامة وحدث فيها الصلب وحدث فيها الخميس الأسرار. نعم. التسليم والجلد والألام. نعم. والأرض اللي عاش فيها السيد المسيح، فكان كل المشاعر مرتبطة مع بعض. وملاحظ كمان السنة هذه مختلف الوضع، إنه عيد القيامة وأيضا رمضان ودخل الشهر المريمي، يعني كل المشاعر اختلطت في بعض. يعني كانت حتى نورسات ما بين كان أحد 1/5 قداس يوسف العامل القديس يوسف العامل، وبنفس الوقت كان فيض النور بالقدس. بالمناسبة هذا بس بالأردن لأنه الطوائف الكاثوليكية بالعالم زمان عيدت. نعم. يعني هذا أنه كل المسيحية بالأردن مع كل المسلمين بالأردن، يعني كل مواطن على أرض الأردن في عنده تقويات عم بيمارسها. نعم. اللي صايم رمضان واللي صايم الفصح. نعم. يعني نعم. جميل جميل. نعم. جدا. وأيضا من الناس اللي ماشي على التقويم الشرقي يا أبونا كمان هن. نعم. عيدوا. صحيح. بعيد الفصح المجيد. احتفالاتنا كمان نورسات كانت عم بترافق بالكاميرات والشباب الله يعطيهم العافية من وجه لهم في هذا النهار التحية العظيمة الكبيرة انه ينالوا بركات القيامة يا ربي من خلال عملهم اللي
عملوا واكبوا الأحداث ونشروها وبثوها، وأيضا من لبنان بنحييهم جميعا اللي كانوا برضو كمان من خلف الكواليس وعلى أجهزة البث ويستقبلوا الإشارة ويرتبوا البرامج. يعني بنحيي كل مديرات ومدراء البرامج وفضائيات النورسات، وأيضا مكتب الأردن كمان بنحيي كل الأشخاص اللي عاملين كانوا خلال هذا الأسبوع المقدس. وأيضا في على صفحتنا على الفيسبوك، إذا اللي بيتابع بيشوف الاحتفالات من كل المحافظات، من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، كل كنيسة احتفلت بشكل مختلف. يعني خاصة أنا عجبني كتير المسيرة لكنيسة الرسل اللاتين في الزرقاء، الكشاف حاملين النعش وعم بيدوروا فيه بالشارع، ف والناس يعني حوالين النعش عم تتطلع، فهذا كانت رائعة هاي المسيرة بالشارع. منعيش نموذج للتعايش والنموذج الوئام الديني مسلمين ومسيحيين في هذا البلد، بلد الهاشميين، فنحن ما عندنا فرق ومنعيش هاي اللحظات، وشعائرنا الكنسية عم نعيشها بكل حرية، طبعا ضمن الإجراءات الصحية طبعا بخصوص فيروس كورونا. وبعدين النورسات نقلت فيض النور من القبر المقدس، ومعنا كان أبونا أنطوان دويهي من القدس، كان حاضر الحدث وأيضا كان ينقلنا مباشر عبر موبايله الصغير، لكن كان جدا رائع ومتابع. بنشكره على تأملاته وبنشكره على كل الصلوات اللي قدمها باسمنا في القبر المقدس، فمنقول له المسيح قام لأبونا أنطوان، حقا قام، ففاض النور واحتفلنا في القيامة، وجاء النور إلى الأردن عبر الجسر الملك حسين. طبعا تسلموا سيادة المطران خريستوفوروس عطلة، وأيضا وصل بيروت بالطيارة، طلع لأنه كان في وفد زي عادة كل سنة بيجي وفد في الطائرة وبياخد النور من سيدنا المطران خريستوفوروس بعد ما يجي من الأراضي المقدسة، وبتوزع على كل المناطق اللي بتحتفل القريبة اللي بتحتفل في القيامة حسب الطقس الأرثوذكسي. طبعا احنا كمان ايضا على صفحتنا في موجود ايضا المعايدات التي تمت من قبل رئيس الوزراء وايضا مجلس النواب، عايدوا الكنيسة الأرثوذكسية امس، فكان جدا رائعة المعايدات وصورهم، انه مع مجلس الكنائس كان حاضر. هلا في احنا عنا اتفاق بين اللاتين والارثوذكس او الكاثوليكيه والارثوذكسيه. الكاثوليكيه بيعيدوا عند بتيجي الحكومه ومجلس النواب على الكنائس الكاثوليكيه تتعيدهم، وعيد القيامة لأنه حسب الطقس الشرقي بيعيدوا عند الروم الأرثوذكس، فكان وجودهم امبارح في المطرانية. رئيس الوزراء الخصاوني يزور مطرانية الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الفصح، وأيضا العودات المحامي عبد المنعم هنا اللي هو رئيس مجلس النواب. برنامج صباحكم نور طبعا رح يستمر معكم كل يوم ثلاثاء. احنا عم نغير مثل ما عم بتشوفوا الاستوديو هون، يعني مشكورين اللي عم يقوموا بالتغييرات، لكن بسبب طبعا الاعياد الفصحية والضغط العمل يعني ما كملوش الاستوديو كاملا، لكن ان شاء الله الاسبوع القادم بيكون كامل. فعنا في مشكلة بالاتصالات، ممكن الشباب خبروني فيها هلا، لكن احنا عنا اتصالات مع كهنة راهبات حابين انه يوجهوا عبر شاشة النورسات التهنئة بعياد الفصحية المجيدة. ف
نحن ما أخذناش البركة يا أبونا، تعطينا البركة الآن ولننطلق. نعم. المسيح تفضل. قام بين الأموات ووطئ الموتى بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا إلهي نباركك، نمجدك، نقدس اسمك في هذا الصباح. أنت الناهض من بين الأموات والمنتصر على أركون الظلام. احملنا معك أيها الرب يسوع، واصعدنا بقيامتك من خطايانا. أصعدنا يا يسوع من أوجاعنا، أصعدنا يا يسوع من أسقامنا ومن كل وباء. نجنا أيها الإله الطبيب الشافي، الإله المتحنن. نطلب منك يا إلهي في هذا الصباح المبارك أن تحفظ بلدنا وكل بلاد العالم من كل شدة، أن تكون معنا أيها الإله العظيم القائم من بين الأموات. نمجدك ونقدسك في كل حين أيها الثالوث القدوس الممجد من الآن وإلى الأبد، آمين. آمين يا رب. تسلم يا أبونا. من حي كل الأشخاص الموجودين الآن على صفحتنا على البث المباشر، أبونا بطرس جنحو فبحيينا، وأيضا في اتصال معه إن شاء الله هلا بحضر الشباب، الأخت يولا حتى، المسيح قام، ونضال الشوارب يسعد صباحك أبونا، أبو عون المسيح قام، فادية السلطي من حييكم جميعا، من قولكم المسيح قام، كل عام أنتم بخير. سهى السلفيتي المسيح قام، وأسعد ميخائيل، إبراهيم حمام، وسامر قنصل، وبشارة مسلم من القدس المسيح قام حقا قام، كل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير لكم ولضيفكم الكريم قدس الأب جورج شرايح، هو مفكر انك ضيف وهو مرافقة الروحية دائما معنا ابونا جورج شرايح. لكن شكرا للمتابعة يا اخ بشارة. بشارة كتير بيساعدنا بالقدس، وهو من الارب الاراضي المقدسة لنقل احيانا بعض الاحتفالات والمناسبات الكنسية من الاراضي المقدسة. وايضا نتواصل مع الاشخاص اللي معنا على المباشر، ومنقولهم كيتي منصور يسعد صباحك، وكل عام وانتم بخير. نزار يوسف ونبيل يوسف، لينا ايوب شحتيت، ولينا توما عتيق، وسهيلة فحل، متية، اليزا توروزيان، وأمال حبايبة، وأبو أمير المومني، وصدقي زوايدة، ومن معنا كمان أيضا ميري حزبون غطاس، وأسطى خوري، وجوزفين جورج، هاني سعادة، وجورج القمص، وبحيونا وبحيو كل المشاهدين ومتابعين نور سات بالتحية الفصحية، المسيح قام حقا قام. فعبين ما الشباب يحضروا الاتصالات أو ينقلوها، منحب أبونا تحكي لنا أبونا القيامة. القيامة هو حدث كبير في الكنيسة، مش الكنيسة، حدث كبير نحن في المسيحية. لولا القيامة ما كان لنا يعني وجود أو حضور أو صحيح. رسالة صحيح. فسيدنا يسوع المسيح في هذه القيامة المجيدة أعطانا هاي البركات، بركات القيامة صحيح. يعني فممكن تحدثنا عن بركات القيامة وقيامة المسيح القائم من بين الأموات، أقامنا معه، بقول لك روحيا وجسديا أيضا فبالقيام المجيدة. فتخبرنا هاي البركات اللي من ننالها نحن كمؤمنين من قيامة يسوع المسيح. نعم صحيح، مثل ما تفضلت يعني القيامة هي الحدث الأبرز، ويعتبر عيد الفصح بالليتورجية الكنسية في جميع الكنائس هو المبدأ والانطلاقة من الأعياد. يعني ببلش عيد الفصح هو نقطة الانطلاق، وتلف 360، بتلف كل يوم الأعياد وبتعود إلى الفصح. يعني كل شيء يحسب الأعياد بناء
على الفصح الأحد الأول، بعد الفصح الأحد الثاني، بعدين لما ننتقل للعنصرة بعد العنصرة هيك. يعني الفصح هو انطلاقة الأعياد. لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات لكان إيماننا باطل، بحكي القديس بحكي القديس بولس. دكتورة كأنه في اتصال ثاني تمام. إذن يعني القديس بولس كفيلسوف وكاللاهوتي الأول بتاريخ الكنيسي، وهو مؤسس علم اللاهوت، القديس بولس يقول لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات انتهت القصة المسيحية. والتلاميذ فعلا يعني لما شافوه على الصليب هيك حدث، هيك اعتقدوا، على العلم انه يسوع بسابق علمه حكى لهم وباكثر من مناسب يقول لهم لازم يحصل 1 2 3، ومع ذلك بس شافوه معلق على الصليب ما بقي الا القليل، بقى يوحنا الحبيب، بقيت العذراء، بقي المريمات، وظهور خجول للتلاميذ المقربين كبطرس واخوته. بنشوف احنا شو بنتعلم زي ما تفضلتي، مفاعيل قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. شو هالبركات اللي بنالها من قيامة يسوع المسيح؟ هلأ في بركات لاهوتية وفي رعوية بالنسبة للبركات اللاهوتية التي نحصل عليها، إنه حدث الخلاص، سر الفداء المقدس اللي يسوع دشن في العهد الجديد، وأعتقنا من خطية الأصلية من آدم وحواء، وقلنا يلا إن أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم، وانطلقنا إلى حياة جديدة. سيدنا ويليام الآن في اتصال للتهنئة، تهنئة نورسات والعاملين في نورسات بلبنان والأردن، فتفضل سيدنا. كل عام أنتم بخير، المسيح قام. الله يخليكم جميعا. صحيح بدي أشكر فضائية نورسات لتغطية احتفالات الأسبوع المقدس في الأردن مثل كل سنة، والله يعزز مكانة نورسات في المجتمعات العربية وأيضا في الخارج. شكرا سيدي. كلمتي للمشاهدين والمستمعين إنه يسوع بقيامته قهر أكبر عدوين للبشرية، هما الموت والخطيئة. غلب الموت بقيامته ووعدنا بالحياة الأبدية وبقيامة الأجساد، وأعد لنا مكانا في الملكوت السماوي، وأيضا قهر فينا وحولنا الشر والخطيئة اللي هي سبب عذاب الإنسان. فأتمنى أنه كل واحد فينا في هذا الزمن الصحي أنه يتحول إلى إنسان جديد متصالح مع ذاته، مع ربه ومع قريبه. هذه أمنيتي للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. أنت بخير يا سيدنا، وشكرا لك، شكرا لك ولاتصالك معنا، يعني زادنا فرحا كمان أيضا أنه سيدنا ويليام يتمنى لنا ولنورسات ولمتابعين نورسات أيضا كل الخير، أمنيات الفصحية المجيدة. شكرا سيدنا. دائما سيدنا. شكرا لك. باي باي. باي باي. الله معك سيدنا. شكرا. نعم تفضل أبونا. البركات التي ننالها، يعني أضاف سيدنا كمان البركة والإقامة، إقامتنا روحيا وجسديا من بين الأموات، في رسالة بولس الرسول إلى أهل قرنثس، لما أقول أقامنا معه وأجلسنا معه بالمسيح يسوع، فإقامة هي روحية وإقامة جسدية شبيهة في إقامته ليسوع المسيح، فهو الإقامة الروحية اللي نلناها، والإقامة الجسدية ممكن اللي سننالها بعد، يعني بعد عمرنا القيامة. في أبونا هذه البركات أحيانا الإنسان يعني بنحتفل في أعياد الفصحية، لكن ممنوعة إنه يعني بقيامة يسوع هذا الحدث الكبير، لولا زي ما أنت تفضلت يعني ما كان في رسالة المسيحية، يعني حتى التلاميذ اللي رافقوا السيد المسيح عبر خلال فترة
رسالته وبشارته الأرضية حتى ما أدركوها وقت الصلب ومات، أدركوا الرسالة بعد القيامة. صحيح، ونالوا البركات بعد القيامة 100%، لأنه يعني شوية فهمهم كان بطيء جدا على قده. حكى يسوع لهم ما نعم. بالكم لتلميذي أماوس يا بطيئين الفهم، حكاها نعم. يسوع نعم. يعني استعابكم شو مالكم يعني، وكأنه قاعد هيك بيعطيهم دفعة قوة هيك بيبي زي واحد نايم بغفي بيجيبنكم شو توبيخه بصراحة. نعم بي 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 توبيخ كان هو لإلهم يعني هيك يعني خليكم زلم نعم. اصحوا. أعطونا هلا خبر إنه في معنا اتصال من الأب بطرس جنحو. ألو، من الكنيسة الأرثوذكسية. صباحك نور، كل عام أنتم بخير. المسيح قام أبونا. المسيح قام حقاً، قام بهذه التحية الصباحية القيامية. برسل تحياتي إلى أسرة نور سات الأردن الذين يعملون جاهداً لنقل البشارة من كنائس الكنائس الشقيقة والكنيسة الأرثوذكسية. ولكن أنا عندي كمان لازم أعطي معلومة إنه نور سات وصلت البشارة لكل بيت، وهذه البشارة هي من تتفاعل في قلوب المؤمنين، لأنه إحنا بالفصح تغمرنا الفرحة الكبيرة في أجر الصليب لكل البشرية، وانتعشت جميع أفئدتنا بالمسيح قام والتي فيها تصدح الحناجر في هذه الأوقات القيامية. وكان الفصح هو النشيد الموسمي نرتل فيه، ونحن نرحب دائما انه هل يسوع المسيح الذي نزل الى اسفل دركات الارض وقام منتصرا على قيود الجحيم. بهمنا احنا في هذه المناسبة ايضا انه يكون فرح القيامة موجود في كل بيت من بيوتنا، من كل بيت الذين لم ينالوا صورة القيامة في السنة الماضية ولم يشتركوا في القداديس بسبب الحظر الشامل، ولكننا نحن كنا فرحين في هذا العام. رأينا الكنائس ملآنة بجموع المؤمنين التي جاءت للاشتراك في جميع الخدم خلال الأسبوع المقدس وحتى القيامة. مرة أخرى سلاماتي إلى الدكتورة باسمة وإلى الأب جورج شريحة، وبتمنى للجميع قيامة مجيدة. المسيح قام حقا، قام يا أبونا. طبعا كان معنا الأيقونوموس بطرس جنحو، وهو من كهنة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية، وصديق للنورسات بتأملاته وعظاته اللي برسلها أيضا على صفحتنا وأيضا على جروبات الواتساب كمان. فمنحييه ومنشكره على تواصله معنا دائما في روحانيته الجميلة. فمنشكر ومنحيي ومنعايد للإيكونوموس أب بطرس جنحو، فشبه فيها لإقامة لعازر لما قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. فالحياة الأبدية كمان نلناها طبعا، لأنه قبل قيامة يسوع المسيح من بين الأموات في الجحيم في حالة سكون. نعم. وباللحظة التي قام فيها يسوع المسيح من بين الأموات نزل، انحدر إلى الجحيم وأصعد معه أرواح العالقة في سكونها في تلك الحالة، وجدد وجه الميتافيزيك أو الحياة الماورائية اللي كان للإنسان غامضة بالنسبة له مع كل الأنبياء مع كل البيت، فقط بشخص يسوع المسيح انحل هذا اللغز. نعم. كان الموت شيء، وأصبح بقيامة يسوع المسيح بين أموات شيء آخر مغاير لما كان عليه، وأصبحنا تواقين للخلود بحياة الأبدية. نعم. بالعودة إلى البركات أو مفاعيل قيامة يسوع المسيح بين الأموات، تعرض سيادة المطران وليام الشومالي للبركات اللاهوتية اللي احنا نلناها بانتصارنا على أعداء الإنسان اللي تفضل فيهم سيدنا اللي هم الموت والخطيئة. ونعود إلى المفاعيل والبركات الرعوية التطبيقية بحياتي اليوم. شو أنا كجورج، أنا شو بستفيد اليوم
من قيامة يسوع المسيح بين الأموات، تقوية العزيمة والإرادة في داخلي بالصبر على الألم، لأن بعد ألم المؤمن المقدس هناك في ثمار، في بركات. كلنا بحياتنا اختبرنا تعب طويل بحياتنا، ما في إنسان اليوم بيطلع يقول أنا ما تألمت بحياتي، مستحيل، ما في إنسان ما تعب ما شقي بحياته، ولكن كل واحد بطريقته، كل واحد بما سمح الله له من صليب يحمله في حياته. لكن للأسف أحيانا الإنسان بصير يطلع على صليب الناس الثانية وبيحكي إنه صليبه أكبر لأنه هو مو شايله، وفي ناس بفكر إنه صليبه حديد وهذاك صليبه خشب وهذاك صليبه بلاستيك، واحد بفكر هيك بصير إنه يعني هذا معه مصاري كثير. طب أنت بتعرف عن صحته، أنت بتعرف عن مشاكله، أنت هذا منصبه منيح، هذا منصبه منيح، هذا كذا. لذلك مفاعيل الصليب وبركات الألم في حياتنا اللي نلناها بقيامة يسوع المسيح هي الصبر، وهي الصبر على الألم، وبالتالي تقوية إرادة الإنسان بأن يحقق القيامة. نعم. صباحك نور أبونا فرح جازين، الصديق الدائم للنورسات والمرافق كمان لبرنامج صباحكم نور. المسيح قام أبونا، تفضل أبونا. في دقيقة هيك الوقت. كل عام وانتم بخير. المسيح قام، حقا قام. تحية خاصة لفريق نورسات على الجهد الكبير والجبار اللي قدموه بالأسبوع المقدس حتى يوصلوا كلمة ربنا لكل بيت ولكل قلب مسيحي ينبض بمحبة المسيح. احنا بنسمي الإنجيل المقدس البشرى السارة، وفي الواقع ان الإنجيل يحوي على بشارات سارة كثيرة، منها بشارة الملاك للعذراء في الناصرة، منها بشارة الميلاد، منها بشارة تعاليم السيد المسيح السارة، ولكن هناك البشرة الأعظم والأكبر ألا وهي بشرة قيامة السيد المسيح، لأن قيامة المسيح هي أساس الديانة المسيحية، لأنه كما يقول القديس بولس لو لم يقم المسيح لما قامت المسيحية، إن كان المسيح لم يقم في إيمانكم باطل. القيامة إذن هي ركن المسيحية الأعظم. كان لابد للمسيح أن يقوم من الموت، لأنه هو نفسه قد أقام غيره من الموت مجرد أمره. أقام ابنة يائيرس بقوله طليطة قومي، وللوقت قامت الصبية، والابن أرملة نائين قال أيها الشاب لك أقول قم، وللوقت قام الصبي. وفي إقامته لعازر قال لعازر هلم خارجا، خرج الميت حيا. كان لابد للمسيح أن يقوم من الموت، لأن قيامته نبوءة لابد أن تتحقق، حين قال إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. لذلك عندما قام من بين الأموات ذكر الملائكة النسوة بقول السيد المسيح ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال. فقيامة السيد المسيح هي البرهان الصافع والحجة الثابتة على صحة رسالة الإنجيل. يقول القديس بولس إن كان المسيح لم يقم فكرازتنا باطلة وإيمانكم أيضا باطل. إن المسيح لم يرد أن يؤسس ديانته على قوة المنطق والبلاغة، بل أراد أن يؤسس ديانته على قوة الأعجوبة. فالدين المسيحي هو دين إله قادر أن يغلب الموت، فمن يغلب الموت على مثال السيد المسيح فنحن على استعداد أن نعبدهم. أراد يوما نابليون أن يؤسس ديانة يحبه أتباعه بعد دماته ويموتون من أجله على مثال أتباع السيد المسيح. فسأل الكاردينال في باريس ماذا يجب أن أعمل؟ فأجابه الكاردينال عليك أن تقوم بما قام به السيد المسيح، ألا وهو أن تموت وتقوم مثله. عندها تخلى نابليون عن فكرته، لأنه إن كان بالإمكان أن يموت كما مات المسيح فليس بمقدوره أن يقوم كما قام السيد المسيح. لا أريد أن أطيل في الكلام، أتوقف هنا وأقول لكم ولنفسي ولكل المؤمنين المسيح قام، حقا قام يا أبونا. شكرا لك يا أبونا، ودائما شكرا على مرافقتك لنا في برنامجنا صباحكم نور. منحييك كمان تحية الفصحية، المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. شكرا يا أبونا، شكرا لك.
أبونا كمان يعني زادنا زي ما بقولوا خير خير كمان من أبونا فرح حجازين عندما حكى عن القيامة. وأيضا أنا أضيف كمان هاي البركة الأخرى اللي هي الولادة الثانية، الولادة الأولى اللي هي الولادة الجسدية اللي إحنا نولد فيها، وبالعماد نخلص من الخطيئة المميتة اللي جاء وخلصنا السيد المسيح فيها. لكن بقيامة يسوع المسيح أيضا خلانا روحيا نولد ولادة ثانية. لما قال بطرس في قديس بطرس في الرسالة الأولى: مبارك الله، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، حيث ولدنا ثانية بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فهي الولادة الثانية اللي نحن ننالها، أو البركة الروحية اللي ننالها من قيامة السيد المسيح. فتخبرنا بعدين بدي أحكي لك شغلة يا أبونا، في ترانيم أوقات بتحمل فيها خطأ: المسيح قام من بين الأموات وهو الأسلم، وشفتها كتير بالكتاب المقدس: المسيح قام من الأموات وليس من بين الأموات، لأنه هو مش ميت عادي يعني كبقية الأموات اللي كانوا ميتين، من بينهم قام، لا، هو المسيح قام من الأموات. ففي هذا التعبير خاطئ احنا بنردده، فرجاء يعني عبر شاشة النورسات انه ما نحكي من بين الأموات، نصلح هذه المقولة ونقول المسيح قام من الأموات. ممكن كلمة بين عشان تزبط على اللحن، المسيح قام بين الأموات، هيك حافظينها من آلاف السنين. نعم. في كثير بالعربي بالترجمات في أشياء كثير بدها نظرة، إعادة نعم تصحيح. نعم، نظر. وبعدين المتوارث أيضا كمان، يعني الناس اللي بتتوارثوا بالحكي وكذا أوقات بتردد من دون ما يعني توعى على المفهوم اللي عم بتردده. فبس يعني الصراحة أول مرة أنا يعني أول مرة بوقف عند هالموضوع، يعني أول مرة بلاحظه يعني. نعم، انتبهت لحضرتك أول ما بلشنا قلتي قام من الأموات، من الأموات قلت هاي نسيت حرف. لا انا بعدين عدتيها اكدت عليها، لانه كمان يعني مدار بحث يعني. نعم، بحثت كثير فيها انه كلمه بين مش موجوده ابدا بكل الانجيل المقدس اللي هو رسائل القيامه لكل القديسين في اعمال الرسل، دائما يذكرون المسيح القائم من الاموات، ما فيش كلمه بين. فكلمة بين لازم علينا انه بدها موضوع بحث بلكي عملنا عنها نعم حلقة. نعم، لانه في الرسائل كمان زي ما تفضل: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح، رسالة بطرس: المسيح حيث ولدنا ثانية بقيامة يسوع المسيح من الأموات. وكل الرسل في رسائلهم يذكرون المسيح القائم من الأموات. وكلمة بين لا، لانه منطقيا ابونا بين الأموات، يعني هو مش ميت مات كي مثل بقية الناس اللي ماتت على الأرض قبل مجيئه، فهو قائم، هو فريد، قيامته أكيد فريدة. أكيد أكيد. يعني بالعودة إلى سؤال حضرتك الشق الأول. نعم. اللي هو الولادة. الولادة الثانية. نعم. دائما ما بدنا نحكي عن الولادة الثانية وعن المعمودية كيف بتجددنا، لابد من العودة إلى الفصل الثاني من إنجيل يوحنا، واللقاء الفريد واللقاء المميز بين نيقوديموس ويسوع المسيح. بلش يسألوا أسئلة لاهوتية فلسفية نيقوديموس كأحد علماء الناموس. يسوع اختصر له جهده كله، قال له إذا لم تحصل على الولادة الثانية فأنت يعني مش من علا، بعدك من الماء من الأرض، إذا ما أخذت الروح تسمو على طينتك وجبلتك وتنظر إلى العلا. نعم. قال له أعود إلى بطن أمي، أرجع لبطن أمي وأولد ولادي ثاني. نعم. يعني إذا أنت واحد من علماء الناموس عم تحكي هيك ما استوعبت الفكرة، كأنه يسوع بيقول له كيف أنا بدي أوصلها لباقي الناس، وبلش يسوع يشرح له. فالولادة الجديدة إذن في أحد شروطها تتطلب إذن الحصول على نعمة الروح القدس. بدون نعمة الروح القدس ما بقدر أحصل على وكأنها كيف الطفل بحاجة لهالجين الأهل، الأب والأم والاتحاد المقدس اللي بينهم تيجي هالولد. بدون هيك ما في ماكن اليوم
تعمل تكبس عليها تطلع الطفل. نعم. حتى كل العلم وتطورات الإخصاب وتطورات الإنجاب وكل هاي التطورات تحتاج من 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 الرجل والأنثى، بغض النظر تم هذا التلقيح في أي طريقة علمية مختلفة، ولكن كذلك الولادة الجديدة الولادة الثانية تتطلب نعمة الروح القدس. بدون نعمة الروح القدس ما راح بضل بحياتي القديمة، بضل بخطاياي، وبعتبر قدوم المسيح وقيامته حدث تاريخي زي أي حدث بالتاريخ، ما بأخذ في جديته، ما بيجدد في المفاعيل إلا أني أحصل على نعمة الروح القدس أخليها تشتغل فيه. نعم. أبونا معنا، أبونا الأب بسام شحاتيت من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الأبرشية، النائب الأسقفي الكنيسة الروم الكاثوليك الملكيين الكاثوليك بسموهم. صباحك نور. كل عام وانتو بألف خير. انت بخير. وفي هاي المناسبة عيد القيامة وعيد الفصح المجيد، الأمية إنه يتم هالعبور كما عبر موسى بالقديم، وكما المسيح عبر فينا من الخطيئة إلى التوبة ومن الموت إلى الحياة، إنه يتم هذا العبور في حياة كل إنسان، هالعبور اللي مع موسى كان يحكي له الله: أنا أكون أمامك ووجهي يسير أمامك. فأنا الأمنية في هذا العيد المبارك عيد القيامة إنه وجه الله يكون أمامنا، وجه المسيح القائم من بين الأموات يسير أمام كل واحد فينا، ويمسك في إيده كما في الإيقونة الشرقية المسيح بيمسك بإيد آدم وحواء، كمان يمسك في إيدنا إحنا ويقيمنا كل إنسان في هاي الظروف اللي بنمر فيها في هاي الأيام، في بمر بصعوبات، بمر بمشاكل، بأمور اقتصادية، بأمور حتى حياتية، في علاقات بتكون مكسورة، علاقات سيئة. فعيد القيامة هو بعيد كل هالأشياء المكسورة، الأشياء المحطمة، بعطي أمل وفرح ورجاء. فهي الأمنية الأولى إنه يتم هالعبور، وأيضا عيد الفرح. هالعبور لما الإنسان بتنحل هالمشاكل بيجد حل، بيجد أمل لحياته، بيصير الفرح. وهاي المبارح الاثنين هو البشارة الاثنين التجديدات والبعوث، هو البشارة انتشرت، بشارة الفرح بكل العالم. فأنا كمان لما باخذ هالفرح بالقيامة بنشرها لكل الناس. كمان بنتمنى للوطن كله السلام، بحاجة الأيام هاي لأنه يتم السلام على المستوى الاقتصادي والسياسي وعلى مستوى الشخصي، وهذا السلام بيخلينا نشعر بأمان وطمأنينة وسكينة وراحة. وأيضا على مستوى العالمي الكورونا انه تنتهي، وعلى المستوى المحلي انه الشفاء لكل مريض ربنا يشفيه ويكون معه. كل عام وانتم بألف خير. وانت بخير يا ابونا. طبعا كان معنا باتصال هاتفي لأرشمندريد الدكتور بسام شحاتيت، رئيس محكمة البداية للروم الكاثوليك، وايضا النائب الاسقفي لمطرانية الروم الكاثوليك. شكرا لك يا ابونا، وشكرا لمحبتك ومرافقتك أيضا جورج معنا. شكرا لكم، وان شاء الله ربنا يقويكم ودائما تنشروا البشارة، ويعطيكم ربنا دائما القوة والصحة. شكرا يا أبونا. أسلام المسيح قام يا أبونا. يعني بصراحة جميل كتير إنه هالاتصالات، وأيضا محبة الناس والكهنة أيضا اللي إحنا كمان معاهم إيد بإيد بنشر كمان رسالة النور. صدق بتشجع كمان لما تسمعي هذا الإطراء. نعم. وهذا التقدير لرسالة نور سات، لأنه هم مشاركين برسالة نور سات، يعني من دون بعض نحن بنكمل بعض. دكتورة تعب، يعني في إرهاق، في عمل منجز ضخم
عم بتم في مكتب فضائية نور ساعة. أنا عم بشوف، لأني بشوف هالشباب هالجهد ليل ونهار، مواعيد الصلوات المختلفة اللي أحيانا بتتأخر بالليل، يعني في 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 مجهود كبير قاعد، واللي بفرح وبشجع إنه يتضاعف هالمجهود إنه الناس عم بتقدر يعني. نعم. يعني شيء جميل معنوي، الدفع المعنوي كمان بيساعد، وبنصلي للدفع المادي كمان. كمان أكيد. نور ساعة بحاجة. إن شاء الله ربنا دائما بيدبر الأمور. في بعض الأشياء أوقات يعني بتسم بدني، أنا لما بتصير مثلا عم نعمل كل إشي بشكل مرتب وكذا، وبتصادف فيك مشاكل تقنية فنية، مثلا بقطع البث، الإنترنت بوقف، أوقات الاتصالاتك فجأة بتبطل تسمع، مثلا زي ما هلأ عم بيحكوا لي إنه في عنا شوية مشكلة بالتواصل، فبدنا نجيب إن شاء الله المهندس يصلح هاي المشكلة. استوديوهات جديدة أوقات من حاجة انه نغير الصوره للمشاهد، انه نجدد يعني يشوف صوره جميله بقدر الامكانيات المتاحه لنا، يعني انه نصرفها نحن. طبعا بهذه كمان المناسبه بنشكر لكل انسان بيتبرع او بيعطي من يده البيضاء الخير للنور سات تتكفي رسالتها، لانه من دونكم بصراحه ومن دون هالفلس اللي عم بتقدموه او القرش اللي بتقدموه، نحن ما فينا لا نشتري كاميرات ولا نشتري اضاءه ولا نعمل استوديو مرتب ولا نطلع مباشر ولا نقدر يعني نستعمل انترنت. ف يعني احنا مشكورين، بنشكر كل الداعمين وكل الخيرين اللي ساهموا واعطوا من خيرهم للنور سات، وهذا يعني بشجعنا ليه، لانه بخلي نكفي ونستمر، وأيضا نقدر إنه برضو نواكب هالتطورات التقنية بالتكنولوجيا من خلال الكاميرات الحديثة، من خلال التواصل الحديث. فنشكر الكل وما تبخلوا علينا، يعني هاي السنة القادمة إن شاء الله بعد الفصح المجيد. فمعنا اتصال هاتفي كمان مع سيستر ماتيلد السمردلي، يعني سير ماتيلدا هي كمان صديقة من رهبنة الوردية المقدسة. جميل نسمع صوت نساء يعني كلهم يعني زلام. أكيد أكيد. أهلا وسهلا فيك سير ماتيلد، وكل عام أنتم بخير. المسيح قام. صباح الخير. صباح النور. صباحكم نور يا رب. المسيح قام حقا قام. حقا قام ونحن أكيد شهودا. بهالمناسبة بحب أوجه الشكر وتقدير لمحطة نور سات، أكيد اللي بتمثلها الدكتورة باسمة السمعان حبيبتي، اللي في كل يوم جديد أكيد بهالمحطة الروحية بيأكدونا من خلال محطتهم الدور المهم للمجتمع كله وللأردن بالأخص، وأكيد بقدم باقة ورد وحب بهالمناسبة بالفصح المجيد، وبتمنى لهالمحطة المزيد من التقدم النجاح والسير على خطى المسيح. أمين. أكيد تحت رعاية الروح القدس، وكل عام وأنتم بخير جميعا، والمسيح قام حقا قام ونحن وربنا يبارككم ويكون دائما معاكم. شكرا شكرا مسير، الله يباركك ويبارك رسالتكم كمان. كانت تتواكبنا سير ماتيلد أيضا في التحضير لتقديس والقديسة ماري ألفونسين في برامج للقديسة، وأيضا كمان الفيلم اللي عملناه للقديسة اللي هو الريبورتاج عن حياة القديسة ماري ألفونسين في السلط، لأنها كانت هي من راهبات السلط، فكتير ساعدتنا خلال الفيلم اللي عملناه عن حياة القديسة ماري ألفونسين اللي قضتها السنتين في مدينة السلط، وعملنا على أثرها المزار اللي تحت كنيسة السلط الأثرية، ودخل بصراحة ضمن مخطط السلط التراث العالمي. ايضا كمان مقدمين هلا مدينه السلط وراءهم لليونسكو لاعتمادها مدينه اثريه وتنزل تحت لائحه التراث العالمي، فنتمنى انه تنال هذه الميزه وتنال هذا التكريم، وطبعا المزار والكنيسه كلهم راح يكونوا ضمن هذا التكريم وضمن هذا التراث العالمي المعترف فيه من قبل العالم جميعا من خلال يونسكو. فأيضا أبونا قبل ما احنا ننهي حلقتنا، طبعا من حي كل الأشخاص اللي انضموا لنا على البث المباشر
وبعثوا بتهنئتهم للعيد الفصح المجيد وعيد القيامة. إن شاء الله جميعا يا ربي يبارككم واحد واحد وتنالوا من نعم وبركات القيامة المجيدة. فنحن إحدى البركات، يقول السيد المسيح، مباركين ومقدسين وكهنة سنملك معه إلى أبد الآبدين. جاء في سفر الرؤيا الإصحاح 20: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء وليس للموت الثاني لهم سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة الله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. هذا جاء في سفر الرؤيا الإصحاح 20، إنه نحن أصبحنا بقيامة السيد المسيح مباركين ومقدسين وكهنة وسنملك معه إلى أبد الآبدين. يعني صرنا نحن ورثة في ملكوت الله، وأيضا ومباركين ومقدسين. وأيضا أبونا، يعني موضوع التبرير، نحن كان في بعد خطية آدم وحواء كان في، يعني زي ما تقول، في مسافة بيننا وبين ربنا. لجأ يسوع المسيح وأصبحنا أبرار. يعني موضوع التبرير هذه كمان نعمة من نعم القيامة، إن نكون بارين نحن مقدسين، وراحة الفجوة بيننا وبين ربنا وبعده عنا، مع أنه هو كان مرافق كل البشرية من خلال المسيرة لوصلنا للخلاص في الفداء، فداء ابنه الوحيد. فموضوع التبرير بيقول لك في روميا: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فهذا أنه ننال البر، هاي أسمى بركة بعتبرها، أنه زاح الحاجز وأصبحنا مبررين، وأصبحنا وكأننا لا نعرف الخطيئة. يعني كأنه ولدنا ولادة جديدة وأصبحنا مثل المسيح بلا خطيئة. نعم، يعني صحيح. هذه القيامة أعطتنا هذه الميزة وهذه البركة، وهي يعني بعتبرها قمة البركات اللي ننالها في القيامة المجيدة. نعم. في كتير نعم، يعني ممكن نكرس حلقة كاملة. صحيح. أبونا، ونحكي مع كهنة ممكن يعطونا كمان الإرشاد الروحي أكثر وأكثر، يحكوا لنا عن البركات اللي الإنسان نالها من خلال قيامة السيد المسيح. شيء نعم. أهم شيء أنها هذه النعم متجددة. نعم. التاريخي حصل قبل 2000 سنة. يسوع خلصنا والله يعطيه العافية وإحنا مبسوطين. بدي أمان. من ممارسة سر الاعتراف. سر كيف بدي خلصنا من خطاياي وأنا بعدني بخطي؟ طيب بعد شو اللي عمله يسوع المسيح؟ يسوع المسيح أعطانا الأسرار اللي من خلالها بدي أفعل مفاعيل هذه القيامة في حياتي، بدي أنهض. عملها هو بشكل عام يسوع، ولكن بدي استجابتي الشخصية المتواصلة. كل يوم بدي أعترف، كل يوم بدي أتناول، كل يوم بدي أتجدد في حياتي. إذا هي مش بوابة بوقف عندها، لا، هي بوابة بدخل منها. نعم. وأبقى أمشي في ملكوت ربنا الذي يبدأ من الآن في كنيسته، وليس هو مكان أنا بدي بس أموت أروح عليه، لا، هو حالي بعيشها الآن، تواق لأن يكون يسوع سيدها في الأبدية. نعم نعم أبونا، فعلا. فهذا موضوع التجديد أيضا، علينا أن نجدد روحنا وحياتنا حسب تعليم سيد المسيح يوميا من خلال الأسرار المقدسة اللي ورثناها وأخذناها من التعليم الكنسي، ومن خلال روحانية طبعا والتعليم اللاهوتي اللي أعطانا يا سيد المسيح. أبونا، نحن قبل ما نختم، يعني هذه حلقة كانت حلقة خاصة بمناسبة العياد الفصحية المجيدة، اللي إنه نحن نتمنى انه اكيد احنا فرحنا ولبسنا جديد وعملنا الكعك والمعمول وزينا البيض الملون، وهذه الطقوس الشعبية اللي احنا دايما منمارسها خلال العيد الفصح المجيد، لكن ما تنتهي على هون. نضب الكعكات بعدين اللي يضلوا بالفريزر، ونطولهم بعدين بأول مناسبة هالبيض اللي طقشناه يوم عيد الفصح، وتنتهي الحكاية. مش هون الحكاية، حكاية إنه كل إنسان يشوف بعيد الفصح المجيد البركة اللي نالها
من البركات القيامة ويدرسها ويتمعن فيها ويمارسها خلال فترة حياته على الأرض. فإدراكنا اللاهوتي وإدراكنا الروحي لهذه النعم والبركات من القيامة هوني يعني بنلبس يسوع الجديد ونلبس الثوب الجديد اللي طلب يسوع إنه نلبسه ونزيح عنا الثوب القديم. طبعا أنا ما بقول إنه نزيح كل الممارسات الشعبية والكعك والمعمول واللبس الحلو والزينة والشعنين الملون اللي كانوا يتفننوا فيها ويحملوها الأطفال بيوم الشعنينة، أو الممارسات كمان الشعبية الرعوية، نمشي بالشارع، النعش المزين بالورود، مع إنه نعش السيد المسيح ما كانش مزين في الورود، كان مزين في شوك الشوك والدم، ومزين كان في بكاء الوالدة أم المسيح، بكاء النسوة اللي كانوا كمان مع السيدة مريم العذراء. لكن مجد القيامة والثوب الأبيض الناصع البياض هو اللي دائما إنه يزين حياتنا ويزين أثوابكم ويزين لباسكم بثوب السيد المسيح والنعم والبركات اللي منالها في القيامة المجيدة. فمنحييكم مرة تانية ومنقولكم المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. المسيح قام من الأموات، ذكروا أن المسيح قام من الأموات، ونلنا الخلاص والبر بقيامته المجيدة. نشكر كل الأشخاص اللي حققوا اليوم الحلقة، يعني في كان تحدي نحن، لكن الحمد لله ربنا معانا كان وكملنا الحلقة. من حي كل الأشخاص الموجودين على البث والأشخاص اللي بعتوا لنا أمنياتهم، الأشخاص اللي تواصلوا معنا من خلال الاتصالات الهاتفية، وأيضا لبنان لها حصة من معايدتنا إلهم، نتمنى لهم كل خير وينالوا بركات ربنا يسوع القائم من بين الأموات، وضلنا نقول من بين الأموات من الأموات. وأبونا جورج شرايحة، إحنا بنشكرك ونتمنى لك أعياد مجيدة مباركة، وننهي في البركة الختامية وننطلق بسلام المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله يا أبونا. نراكم الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بنفس الموعد وبنفس التوقيت من 9 للساعة 10. فصباحكم نور، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة وموضوع جديد. إلى اللقاء. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب.